بالمعاقه نعمل 30 سنه. والله تعال يا اخي نشوف ايش تعال قربنا احنا. شنو سبب الاعاقه؟ شل الرباعي. ان شاء الله اجر وعافيه الله يساعدك بنت. وهاي بس انت بالبيت؟ بس انا وياك. زين شنو عندك بالبيت يعني من اجراءات صحيه موفرت له؟ صيدليه مثلا صغيرونه؟ لا مو موفرت اسعافات اوليه يعني؟ محافظات عندها هذني كل ما يحتاج ماما بس يتمرض وديه للطبيب حبيبي. خطيه يعني انت اذا مخ عاد شلون بيك الصعده والنزله وكذا؟ حبيبتي الله يساعدكم ان شاء الله. احنا بالاضافه هي قالت لك صيدليه وانا تدري ايش اريد من عندك؟ اريدك تستعدين راح ترحين للعمره واحنا قناه الشرقيه. مبروك خالاتي مبروك عليك ان شاء الله. شانك شوفك تطلع وانقهر اقول لها عاد ليش الشرقيه ما تجيني الي انا بيتي ايجار. جيناك هاي الشرقيه جتي بعد عيون اريد الله يدومها ويدومكم انتم ويرزقكم العافيه ويرزقكم. شوف هذا خبز اليابس اجمعه تجيب لي الوادم وعندي دجاجات بيضات له. اذا الله سبحانه وتعالى موجود. صابره اني ترى 36 سنه عمري ابني. زين هذا الاحرام ترى تساعدني هذا الاحرام يا ماما توديني ان شاء الله ترحين والله سبحانه وتعالى هذا المبلغ والهديه وعليك بالعافيه والله يسعدك. اريد الله يوفقكم ويستر عليكم ويخليكم ويخلي الشرقيه. والله انتم اهل الخير انا ادري انتم اهل الخير وكل ما اشوفك اقول يا الهي ليش ما يجيني؟ هسه جيتوني بعد عيوني اريد العافيه والرزق لكم ويطول باعماركم وتشوفكم شر بنادم. انا ما ابكي غير بس الرب العالمين. هل تشوفني انا قاعده واسولف ما ابكي غير بس الرب العالمين. نعم بالله الشكر لله. هي مو مال سعد البزار؟ اي أريد الله يوفقه ويستر عليه ويخليه. دائما تقولون سعد البزاز يقول عاد ما تندني اني والله احكي. شفتي هاي جينا انت متخيله في يوم الشرقيه تدق الباب؟ لا لا احنا نقول لكل الناس كونوا مستعدين في اي لحظه ندق الباب ونقول لكم نقول لكم بين هذا اني قصور وما ادري شنو قلت معقوله راح اروح بالعشوائيات حتى بس اخاف على هذا خطيه. لا لا بس اكو الله.